سلط الضوء أيضا على ليس على فكرة الشراء والمتاعب أو التسوق كثرة أو قلة، بل سنتحدث عن إدمان البعض على عادة الشراء مما يسمى من الأماكن التي تبيع هذه المعروضات المعروفة بمكان سوق السبت. سنتحدث كيف تشبع هذه المعروضات في سوق السبت رغبات محبيه ومرتاديه مباشرة مع الزميل الصحفي وأحد مرتادي سوق السبت أيضا الإعلامي معين شديد. صباح الخير. صباح الخير مساء. يعني صباح الإيجابية في البداية وصباح أكيد. الشغف الذي يشبع بكل الطرق دائما وأبدا طالما أن الحرية موجودة والاحترام موجود في مختلف الطرق التي نعبر عنها، فلا ضرر ولا ضرار أبو أشرف. أكيد، يعني أنت تتحدثين عن وجع بصراحة في من خلال سوق السبت. يعني سوق السبت بداية وفاء ليس مقتصرا على مدينة طول كرم، باريس بها سوق السبت. زرت باريس، وربما إن كان زيارتك في يوم سبت ربما شاهدت سوق السبت هناك. وأمريكا فيها سوق أسواق في أيام معينة من الأسبوع، فهذه ظاهرة يعني جميلة جدا. أنت يعني تتجولين بسوق السبت، وللأسف عندنا كعادتنا والنظرات السلبية مقيت سوق الرابش. أيوة. سوق الرابش هيكيها بطريقة عنيفة، بطريقة دونية حتى في بعض الأحيان فوقية. فبالتالي يعني هذا سوق سبت سوق جميل جدا، سوق يعني يجمع الفقراء والأغنياء. أنا الحمد لله يعني من سنين أستاذ هذا السوق. نعم. أجد الكثير، ربما حنيني لأيام الزمن الجميل، وأجد أمور كثيرة في هذا السوق. هنا يعني هنا السؤال أبو أشرف، يعني بصراحة اللي أو عند زيارتك لسوق السبت، إيش اللي بيلفت انتباهك ولا يلفت انتباه آخرين منا؟ يعني ما اللافت، ما الذي يشبع هذه الرغبات في هذا المكان؟ يعني صراحة أنت زرت منزلي وشاهدت المضافة الطرافية القديمة هنا. صحيح. في بيتي. فبالتالي أنا شخصيا ربما الأمور الطرافية القديمة هي التي تشدني لهذا السوق. أجد الكثير من الأمور التي يعني أرتاح لها وأقوم باقتنائها وإضافتها إلى هذه الغرفة التراثية، وتزداد جمالا كلما قمت بإضافة يعني أداة أو أمر ما إلى هذه المضافة. الآن السوق بصراحة وفاء يعني لا يقتصر على هذه الأمور. هناك الإبرة، جهاز الكمبيوتر، أجهزة الهاتف النقال، التاتش، أثاث، أحذية، أجهزة تكييف، أبواب خشبية، كراسي، أدوات مطبخ، أدوات كهربائية، ملابس بأنواعها، حتى ملابس من أشهر الماركات العالمية تجدها في سوق السبت. ساعات جديدة وقديمة، هذا ما لفت نظري أن الكثير من تجار من خارج طول كرم. نعم. يحضرون إلى هذا السوق من أجل شراء الساعات الجديدة والقديمة. وخاصة القديمة ربما يجدون فيها قيمة. صحيح. البعض منها مذهب. نعم. يعني والبعض يشتر... والبعض جلفت انتباهه بصراحة هذه المقتنيات، كون أكيد. في بعض المعروضات لها قيمة تاريخية وليس طبعاً فقط طبعا، وخاصة النحاسيات. صحيح. صحيح. ولا تنسي أن معظم موجودات السوق سوق السبت من الداخل الفلسطيني. وبصراحة ربما الروس الذين جاءوا إلى فلسطين ويتواجدون في الأحضر معهم الكثير من الأمور، فبالتالي يقومون ببيعها ولا أحد يعني يعرف قيمة هذه المواد. بالأمس القريب قرأت خبر لأحد الشركات في أمريكا عندما اشترت لوحة $4، وعندما حاولت بيع منزلها جاءت شركة تقدير وجدوا أن قيمة هذه اللوحة وصلت إلى $27 مليون. واو. وهي لا تعرف. يعني أمور كثيرة في هذا السوق. الاستفسار أبو أشرف حول هذا الموضوع، البعض بيفكر أنه طبيعة المعروضات في سوق السبت أنها يعني ليست بصحة جيدة وليست جيدة للاقتناء، وأنه هي تمشي حال فقط لا غير، لكن من خلال ذهابك لسوق السبت وزياراتك وأيضا اقتناء بعض المعروضات وشرائها، هل هذه المقولة صحيحة أم على العكس تماما؟ صراحة مهما كانت رديئة صراحة الأشياء القديمة هي أحسن كثير من الكثير من الأشياء
ذات الصناعة الصينية مع احترامنا للصين. فبالتالي يعني لا، في أمور كثيرة. هلا بعض مثلا أدوات، صراحة أدوات الأكل، ما أكل الصحون معالق، أنا حاول شخصيا أبتعد عنها ربما لحالة نفسية، ولكن صحيح. هناك اليوم أجهزة تعقيم، هناك مواد تعقيم يمكن أن يتم استخدامها لتنظيف الكثير من المقتنيات، فبالتالي هذا يعني يقلل من أهمية إن كانت هذه تضر الصحة العامة أم لا. بإمكان كل واحد أن يشتري ما يشاء. الجميل في هذا السوق وفاء، تجدين كما ذكرت يعني هو وجهة الفقراء والأغنياء. يعني صراحة أنا اكتشفت الكثير من الأغنياء يعني يرفضون فكرة التوجه السوق ويرسلون أقارب لهم أو زوجاتهم. ليش يعني خجلا مثلا؟ هذا المشكلة يعني إذا ما كما ذكرت يعني زرت عشرات الدول أنا كل الطبقات. الأغاني قبل الفطير يتواجد بهذا السوق، هي الأجواء جميلة جدا في مثل هذه الأسواق. بعدين تلك كل زي ما حكى لي شخص قال لي لما أنزل على سوق السبت بشوف كل أهل الكريم حتى الأصدقاء، يعني منظر جميل يعني جدا، فرصة للالتقاء بالأصدقاء أيضا في هذا المكان. جميلة جدا، خاصة نتحدث ساعات الصباح الباكر مع الخامسة والسادسة وحتى السابعة. يعني هو ميزته أيضا أنه مبكر، يعني الساعة 10 بتروح خلاص بيكون مخلص في العرض وفي طبيعة حتى الأشياء الحلوة. كلما ذهبنا مبكرين كلما يعني حصلنا على شغلات أحلى وأحلى. بعدين كمان هو بصراحة يعني حتى الباعة يعني أعمارهم تتراوح ربما ما بين السادسة من العمر وحتى في 70 سنة بيكونوا يعرضوا معروضاتهم رغم البرد القارس، وفي الشتاء رغم الأمطار، وفي الصيف رغم حرارة. فبالتالي يعني هو منظر حضاري جميل جدا. يعني أصلا عن أوروبا مثلا وعن أمريكا هو ربما في حالة تنظيم بس. نعم يعني سوق طول كرم مكشوف. في أوروبا تجدين عاملين يعني مظلات، عاملين وحدات صحية، توفير مياه، نقاط كهرباء لتشغيل الأمور، المعدات يعني كان من المفترض نحن أيضا أن نحظى بمثل هذه الخدمات بصراحة، ومثل هذه المرافق التي تتحدث عنها أبو أشرف. يعني أن يتم أيولى هذه أو هذا السوق أهمية أكثر من قبل الجهات المعنية، وخاصة أنه يعتبر رمز ويعني سمة من السمات الجميلة التي تجمع ما بين الحضارة وما بين القدم وما بين الحداثة وأيضا الالتقاءات، وجامع هذا المكان لمختلف أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف الأماكن والمحافظات، فمهم جدا أن نبقى محافظين عليه. نعم. في نقطة مهمة جدا كمان، يعني بصراحة هو بيوفر فرص عمل. صحيح. يعني ربما أكثر من 150 200 شخص بيكونوا يعرضوا معروضاتهم ويقدموا خدمات، بالتالي هي تشكل مصدر دخل للكثير من العائلات المستورة. يعني صح في جانب تجاري لهم، ولكن في النهاية هو بوفر فرصة عمل، بوفر مصدر دخل لحياة كريمة لهؤلاء. يعني يجب أن نشجعهم، من نك وندك كثير برضه كمان على لذلك نحن اليوم سلطنا الضوء ليس فقط على شغف وحب لما يتواجد في هذا السوق والمدمنين على الشراء من هذا السوق. على فكرة كثير بنعرف من الأصدقاء والصديقات بصراحة اللي اشتروا أشياء ما بدهم إياها أو مش بحاجة لها، ولكن هو الإدمان يعني، وكأنه في شيء بيتحرك والجسم بيقول يلا استيقظوا وروح على سوق السبت واشتري. حتى بعض أنواع العطور، كثير من الأصدقاء بيروحوا بيشتروا أنواع من العطور من هناك وبيجمع عبوات وبيقول أنا عندي هذا الشغف وعندي هذا الإدمان. يعني أنا شخصيا وفر مثلا قبل حوالي شهر انكسر حسي الجوال، وقريت كل محلات سوق كرم ملكيتي الثالث، نزلت على السوق اشتريت 20 شيكل اشتريت شاشه وركبتها، علما انه سعرها يعني المفترض من 300 اغلى بكثير من 300 ل 400 صحيح شاكل. صحيح. فبالتالي يعني هو جميل جدا، بس يعني انت صح عملنا لهم دعايه بس امل من لكن هو مكان يستحق الحديث عنه. بامل منهم كمان من الاشخاص اللي بيعرضوا معروضاتهم ما يرفعوش الاسعار بعدين. لا، كل التوفيق وكل الاحترام لهم، ودمت ودام هذا النفس المتواضع الزميل الصحفي معين شديد. طبعا دائما وابدا، وانت عنوان لها. كل الشكر لك على هذه المداخله وهذا التوضيح والبساطه بصراحه والتواضع في الحديث عن كيف نشبع رغباتنا وشغفنا بما يعرض في سوق السبت بالنسبه للمرتادين والمحبين. شكرا جزيلا لك مره اخرى زميل الصحفي معين شديد. نواصل